سميتي سكينة زيادة، لو رول ديالي الكوتش خديجة. انتم عارفين ان من وراء الانجاز اللي داروا المنتخب ديالنا الوطني ولا الثوره ديال الكره القدم عندنا في المغرب، والحمد لله حصل لي الشرف انني درت ان غول تيشجع في عمل تيشجع الناس على هذه الرياضه الزوينه. والاشتغال ديالي مع دريس الروخ كانت تجربه زوينه، نقدر نقول اكثر من زوينه. عرفت بزاف ديال الحاجات ما كنتش عارفاهم سيرتو على الكره، من ناحيه ديال التدريب، شحال صعيب انك تكون تلعب الكره، لقيتش ما سهلاش. و والاشتغال مع فريق العمل كان صراحه تجربه زوينه وممتعه. الصعوبات اللي واجهت وأن الغول ديالي الكوتش المدربة ديال المنتخب الوطني ديال الفئة قل من 17 عام. الصعوبات أن شخصية جديدة مع بعيدة كل البعد على شخصيتي، ودريس زعما وجهني وعاوني بزاف. انا قالوا لي على البروجي هذه 4 موا والسكريبت صيفطوه ليا ميم با ان موا، مي الاستعدادات الافلام ماشي الاستعدادات المسلسلات، راه الفيلم مده تصوير اقل، دونك يكون شويه اسهل من المسلسل. كانت معنا واحد البنيته صغيره في عمرها عامين 3 سنين اللي هي نورمالمون بنتي، و نورمالمون تيجي عندي ماما غي في الفيلم تيقول لي شنو بغيتي تاكلي، انا كنسولها تنقول لها حبيبه شنو بغيتي تاكلي، وهي اون بتيت في دو 3 زون ولا 2 زون اي دمي، نورمالمون تنقول لها واش بغيتي البرجر تتقولي لا، تنقول لها واش بغيتي لي بات تتقولي لا، تنقول لها بغيتي بيتزا عاد تتقولي اه. المهم قال المخرج قال اكسيون، قلت لها بنيتي شنو بغيتي تاكلي؟ واش بغيتي البرجر؟ قالت لي اه. كنت نقول لها شي حاجه ما تبغيوهاش ما تبغيوهاش الدراري صغار. المهم قلت لها بنيتي حبيبه شنو بغيتي تاكلي؟ بغيتي اللحمه؟ قالت لي اه، وهذه ما مكتوبهاش في السكريبت. هو يقولها مون ماري نطيب البنتي اللحمه، وهي مرات خواز 2 ans et demi، هذه يقولوا الناس شنو هذه البنيته الصغيره اللي باغا اللحمه تنوكلها المرقه كل نهار. كاينه اون سيري ديال لا باغ، حتى هي كانت عندي مع دريس الروخ، وعندي ان رول كومبليتمون ديفيرون على هذا اللي عندي دابا. يعني لا انوسون بلا ما نحرق. تنشكركم بزاف على التواجد ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم بنقل وتوصيل اخبار الفنانين، وإن شاء الله على بروشين.